نستغل هذه الفرصة ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية باش نقول لكم بأن الفكرة اللي جيت عليها على طاطا هو أنه أولا أصلا هي من بلادي، من لي راسين ديالي تقريبا، هي طاطا فم الحسن بحال بحال عمالة ديالنا. وجيت بهذه الفكرة ديال الفحص التقني. نورمالمون أنا كنت درت شركة ديال التأمين هي الأولى اللي كنت درت، وشت الساكنة بأنهم تكربصوا في هذا المجال ديال الفحص التقني اللي هو البعد، ويمشيوا للطيردانت ويمشيوا للقلميم ويمشيوا للآسا وهذا. وأنا الدومين ديالي هو الفحص التقني، لأنني عندي الفحص التقني في العيون، في مدينة العيون في الصحراء المغربية. والفكرة أن اللي باش ندير الفحص التقني في طاطا كانت فكرة ما كانتش على البال في الأول، هو أنه كانت واحد المبادرة تلاقيت مع السيد اللي كان دار الفحص التقني في مقردان، وقلت له ودي بأن راه البلاصة اللي درتي فيها الفحص التقني راه شوية بعيدة على السكينة وهذا، بالأحسن إلا لقيتي. قال لي ودي أنا ما بقيتش مهتم بهذيك المنطقة وهذا، اضطريت أنا باش نشري عنده هذاك المقر ونشري عنده هذيك الشركة. ومنين خدمنا واحد العام تقريبا في هذيك المنطقه ديال موكردان، كان البعد كنشوف الناس تيتشكاو من البعد بزاف، اللي كيجي من تيسين يجي حتى تلقاش المويان ترونسبور، وسيرتو هاد الدراجات اللي تيجيو لتما باش يديروا الماتريكيلاسيون ديالهم حتى هما تيلقاو مشاكل. اضطريت باش مع السيد العامل المجهودات ديال السيد العامل المجهودات ديال الساكنه ديال قايز نقاد اللي هما اراضي الجموع، باش ناخذ واحد القطعه ارضيه اللي نستثمر فيها وندير فيها واحد المركز اللي هو جديد اللي كتشوفوه دابا. والهدف من هادشي هو الخدمه ديال المواطنين وتقريب المصلحه من الاداره من المواطنين. اولا الفحص التقني، يعني هناك اربعه ديال الانواع ديال الكاتيجوري ديال الفحص التقني. كاين الفحص يعني العادي، يعني هو اللي فاش كياخذ الشخص يعني لا 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 الفحص ولا البي في ديالو اللي كيخول ليه انه يسيركولي عام. كاين الاخر يعني نيجاتيف سلبي، يعني هو اللي السومي باش يمشي يدوز واحد الشهر يدير الاصلاح ويرجع. كاين الفحص اختياري، يعني اي شخص عنده الحق يعني يجي يدير الكونترول ديال الفيكول ديالو. كاين كذلك يعني الفحص اللي خاص بالميتاسيون، يعني خاص بالبيع ديال السيارات، ولا كذلك الدراجات النارية يعني اللي السعة ديالها فوق 50 سنتيمتر كيب. يعني في الأول يعني باش غير ندخل معكم كيفاش كيمر العملية ديال الفحص التقني. أولا يعني السيارة كتدخل لهذا المرآب ديال الفحص التقني، السيد كيقدم الأوراق ديالو يعني شهادة التسجيل والبطاقة والفحص يعني البي في ديال الفحص ديالو السابق، كيمشي لقاعة الانتظار. بعد ذلك يعني كي ياخذ الفحص التقني المهم ديالو باش يدوز الكونترول. يخص يعني الدراجة النارية يعني اللي قليلة من 50 سنتيمتر كيب لتحت، يعني كتكون صافية على التقييم وتكون شهادات الملكية. بالنسبة لهذه هي شهادات الملكية، دونك هاد جوج خاصين بالدراجة النارية الصغيرة، يعني من 50 سنتيمتر كيب لتحت، لأنه من 50 سنتيمتر كيب لفوق يعني كيمشي عند التجهيز، كتكون عنده كما كنقولوا بالعامية بلاكة كبيرة. فيما يخص يعني كيفاش يعني الشخص ولا الزبون بغى يدفع الشهادة الملكية ديالو، كاين مجموعة من الوثائق، يعني كاين فوتوكوبي الكارت ديالو يعني إيكاليزي، كاين شهادة الكارت غريز بطاقة الرمادية حتى هي كتكون فوتوكوبي ديالها، وكاين تصريح بالشرف كيترجمو له، وكيجيو للمركز ديال الفحص التقني. هذا اذا كان هذا الدراجة النارية قل من 50 سنتيمتر كيب كما كنقولوا، كانت لفوق يعني هذا الموتور كيمشي مباشرة للتجهيز والنقل. كونترول تكنيك كيدوز لا ميثود باش كيدوز، كتجي الفييكيل السيد كي بريباري كيحط الطوموبيل ديالو، يجيب لنا لاكارت غريز ديالو، كنشدو لاكارت غريز نسجلوها في لابليكاسيون، كنسجلو الطوموبيل، السميه ديال السيد، لانفورماسيون ديال الفييكيل، من بعد كندخلو النيميرو الشاسي والمعلومات ديال السيد كاملين هنايا،
من بعد كتصيفط لينا المعلومات ديال السياره، كنبريباريو السياره، كنقلبوا لابريسيون ديال البنوماتيك، كنقلبوا كنحطوا النيفو ديال الضوء في الزيرو، كنقلبوا النيفو ديال الزيت بالنسبه للفييك اللي هما ديزل. من بعد كنبداو في الكونترول. الكونترول كاين فيه 10 المحاور الاساسيه اللي هما تعريف السياره، الرؤيه، الفراميل، المقود والمجموعه ديالو، الهيكل والبنيه ديالو، ليزون سول اللي هو اللي داخلين فيه ليزامون تيسور وسميتو، والتلوث. كنبداو من الكونترول، كنبداو كنقلبوا ليدونتيفيكاسيون لي بلاك ديال لي ماتريكاسيون ديال لي فييكيل بما فيهم لا بلاك افون الى بلاك اريير، النيميرو شاسي، اي البلاك دو كونستركسيون اللي هي البيسرينه اللي كنقولوا ليها. من بعد كتزيد الطوموبيل، كنقلبوا ليها لي زانفورماسيون، كندخلوا لافوس، كندخلوا الفييكل لافوس، كنقلبوا لي شاب روتيلات والتحت ديال الطوموبيل كامله. من بعد كنزيدوا كنقلبوا هذه الريباج، هذه البلاك دي ريباج كنقلبوا بها الانحراف ديال السياره، بشحال كتنحرف السياره على الطريق. وكاينه لا سيسبونسيون هي كتعبر لي زامونتيسور ديال الفييكيل، وكاين بوند فريناج. بوند فريناج هو اللي كيقلب الفريناج، ليفيكاسيتي الفريناج اللي هي 50% بور لافون، الفران ستاسيونمون اللي هو 18%، والفران اغيغ ولا الفران سكور. من بعد كدوز ليطاب ديال التلوث للدخان. بالنسبه للمازوت هذا باسيميتر كنعبروا به المازوت، وهذاك الاناليزور دي غاز كنعبروا به ليشابمون ديال لي فييكيل ليسونس، والاخر راه كيعبر للرابطمون دي فو، يعني الضو واش طالع الضو ولا نازل ولا ليفيكاسيتي ديالو كنعبروها. كذلك كنرحب يعني بجميع الساكنه ديال الاقليم ديال طاطا بهذا يعني المركز الجديد اللي حاليا تعزز بخط جديد، هو الخط ديال البوالور ديال الاصناف، جميع الاصناف ديال الوزن الثقيل اللي كيبدا من 3.5 طن للفوق. كذلك يعني عندنا 3 خطوط ديال الوزن الخفيف، ملي انتقلنا يعني لهذا المركز الجديد ارتأينا انه نعززوه بهذا الخط اللي قلنا، اللي يعني صراحة هو واحد الإضافة لا للمركز الفحص التقني ولا كذلك الإقليم، لأننا من قبل اللي كنشوفوا يعني الساكنة ديال الإقليم كيضطروا أنهم يعني يسافروا لمناطق بعيدة بحال ورزازات ولا بحال تارودانت من أجل يعني يمشيو يديروا الفحص التقني ديال العربات ديالهم. حاليا هذا المركز الجديد جابنا إضافة نوعية للإقليم.